الاتحاد النسائي كان موجود هناك، وكان عند ايضا مجله اي وكنت انشر بالمجله، يعني نشرت مره مرتين بهذه المجله مالتهم. زين. كنا نتحدث ايضا عن النساء، نتحدث عن الادب والشعر، يعني كان معروف يعني بالنسبة للوضع العام الاجتماعي والمدرسي والكلية، معروفين كلهم كانوا. منو هذول الاتحاد النسائي كانوا؟ نعم، منو كانوا الاتحاد النسائي؟ كانوا الزوجات الأكثر الوزراء، يعني ما أتذكر يعني بالضبط. يعني قصدك كان حكومي هذا الاتحاد النسائي؟ لا لا، لا مو حكومي، قريب يعني من الحكومة. لكن اللي دي يعني النساء اللي بي واللي مسويهم أكثرهم زوجات الوزراء ومنتسبين للحكومة.